صاحبكم تختاروه، سواء في توفير الموارد المطلوبة أو في التوجيه والاستشارة. فما يعني ما تترددوش، أي مصادر قويه مفكرين فيه تعالوا توجهوا واحد، مهم جدا ونشوفكم كمان قدام واصلين للمحل اللي انتم بدكم اياه. انا بدي اشكر عوض على بالفعل يعني الكلية هون مميزة، لأنه أعطانا كل الظروف الملائمة حتى بالفعل نتعلم براحة، يعني وكان مرات حتى شديد علينا إحنا، يعني إذا تعلم متأخر أو كذا ينزل ليش، فهذا بدل إنه بالفعل مرافقة جدا مهمة. بالآخر أنتم طالعين مع شهادة من جامعة حيفا، وهذا له وزن، حتى لما بدكم اللي بيشتغلش منكم بده يجرب يروح توجه محلات الشغل. طبعا شهاده جامعه حيفا كمان بالفعل يعني لها وزن اخر. بالاخر كمان مره بتمنى لكم التوفيق والنجاح. كثير شغلات ان كان بالتعليم بالعمل بالحياه اللي عايشها، وكثير نصائح اخذناها منكم بالحياه الاجتماعيه حتى، يعني وكنتوا اهل لنا وكانت الدوره كثير مهمه، وانا بالنسبه لي استفدت منها كثير كثير. شكرا. مش شرط انه الدوره تعطينا على شيء بس عملي، بس هذا انه شيء بيعطي ثقه للبني ادم اكثر، بكتب من كل بني ادم هو رافقه بهي المرحله، يعني بكتب كثير اشياء اللي هي لصالحه، وانه اكيد رح لقدام، يعني اذا احنا ما تقدمناش اكيد رح نستفيد منها على بالمستقبل، وانه اي شيء بتعلمه البني ادم هو بيكون مكسب لي. اتعرف عليهم طبعا، مش اني انا اليوم احط شغلتي اني احط انا بدي اخذ على حالي، اللي انا معي توأم. لما اجيت انا قلت بدي اجي اسجل لهي الدوره، قلت ايه معك توأم وجاي تفوتي لهي الدوره، يعني ها ونشوف الفرق بين ثقافه المجتمع اللي انت موجوده فيه. يعني ممكن يجي يقول لك انت معك توأم اغلى منا انك تيجي تعملي هذا الكورس، بس انا الشيء اللي وجدته انه هذا الكورس كثير شغلات اللي انا ما كنتش اعرفها بالتوأم اللي انا تعلمته. كل انسان كل فتره معينه يتثقف بشغله معينه، يفوت لكورس معين، هذا هو انجاز لإله، هذا هو نجاح، هذه ثقافه لإله لبيته ولمجتمعه. وطبعا بشكر الاساتذه اللي كثير شغلات اللي انا تعرفت عليها اللي ما كنتش اعرفها بوجودهم، وطبعا احنا الشكر طبعا كان انا الشيء اللي خسرته هو زيارتي للجامعه اللي كانت في مجال اني اصل للجامعه. هاي كمان يعني الشيء اللي انا خسرته بهي الدوره. أتأمل للكل يكون يتابع بمجال تعليمه وثقافي، مش بس إني أنا أحط هنا هاي الدرجة وصلت لهون إني تعلمت شيء واحد. ما فيش مجال التعليمي، وحتى خطوة الدولة حسيت حالي صرت أكمل شغلة، بس ومع هيك كثير انبسطت أنا مع المجموعة مع الأساتذة، بتشكركم كثير. دورة عززت ثقتي بنفسي، وعم بفكر إني أتقدم أكثر، مش اني انا احط شيء يعني، واتوقع السنة الجاية تشوفوني بدورة جديدة ان شاء الله. ان شاء الله. كثير استفدت منها ومن الاستاج اللي اخذته هاي، قلت لمدير المدرسة اللي عملت عنده، قلت له بعد ما اخذ الشهادة هاي قال لي بقبل تشتغل عندي. تقدمت فيها يعني، بس مش رح اوقف عند هاي الشهادة، رح اعليها اتعلم اشياء ثانية واعلي حالي. كانت حلوة الدورة مع المجموعة ومعكم. والاستاذ اسعد احلى شيء. مع الاستاذ امير حلو كمان، بس انه كانت الدروس هيك بتخطط يعني. الشخصي لما بلشوا يحكوا اول لقاء ثاني لقاء يختلف كليا عن هسه كيف انطوا رايهم وكيف ابدوا. عن جد انا بذكر الاخت نسمان، نسمان يعني ببدايه الدوره كيف هسه ثقه بالنفس، طريقه الحكي، تفاؤل، وهذا اللي انا لمسته من الكل، انه بكم في دور منطقته هيك، انه في امكانيه، في شيء مستحيل استاذ، بس حط قدامك هدف، حط هدف بحياتك وانت بتصل، بدك ايش؟ الاراده، فيش شيء مستحيل استاذ، فيش شيء اسمه مستحيل، واخيرا اتمنى لك التوفيق ان شاء الله.